مصيدة العوز اللي بيحاولوا دايما يحطونا فيها، اللي هيترتب عليها ضياع التعليم وضياع الصحة وضياع المستقبل ويؤدي لإفشال الدولة. أيوة، العوز صعب والخوف من بكرة أصعب. لما حد من أهالينا بيكون ضحية حادثة لا قدر الله، صحيح بنعوضه بمبلغ ما يكفيش، بس اللي بيألم ولاده من بعده لو ما عندوش معاش هيكملوا حياتهم ازاي؟ وساعات برضو في ناس عندها معاش بس ما بيكفيهاش. بصينا على الأرقام لقيناها بتقول مصر فيها إجمالي عدد الأسر 23.5 مليون أسر، 14% من الأسر دي ترأسها سيدات بعدد 3.3 مليون أسرة. طب لا قدر الله لو جرى لها حاجة، وفي اللي بيشتغل يوم وعشرة، لا لو جرى له حاجة لا قدر الله يسيب لولاده إيه؟ بلدنا اللي فيها ملايين من العمالة اليومية، فلاحين ستات ورجالة بالأجرة وحرفيين في كل المهن، اللي متأمن عليهم ما يزيدوش عن 500,000، ولقينا من كل شعب مصر 16 مليون مواطن اللي متأمن عليهم بس حكومي وخاص، يعني بنسبة 15%. كل العمالة اللي بتعمل في كل المشروعات اللي في الدولة باليومية. بقول ان الحكومة محتاجة تفكر فين العمالة ديت اللي بيتأمن عليها ولا بيبقى ليها يعني ملهاش. لو عايز يتعالج ما يتعالجش، لو عايز معاش ما ياخدش. نفكر مع بعض كلنا ازاي نعمل ده. واستجابة لدعوة سيادتك الوطنية والصدقة، اجتمعت بنوكنا الوطنية والقبضة للتأمين والشركة المصرية لتأمينات الحياة، حس وطني يطمنوا كل أب وكل أم على مستقبل ولاده، وكانت النتيجة شهادة أمان. تنمية بلدنا ودعم شعبها هدف البنك الأهلي المصري، وبالتالي كان لازم نشارك في إصدار شهادة أمان لأهل مصر. استجابة للقيادة السياسية تم إصدار هذا المنتج للطبقات المهمشة ولمحدودي الدخل من خلال شهادة بتتضمن عائد مرتفع ومظلة تأمينية غير مسبوقة. مدة الشهادة 3 سنين، ويمكن استرداد الشهادة في أي وقت خلال فترة 3 سنين. رسالتنا الأساسية إن احنا نقدم أوعية ادخارية للمواطن المصري تحقق له عائد مناسب، وفي نفس الوقت تخليه مطمن على مستقبل أولاده. الوثيقة بتتمتع بمزايا لتغطية بعض الأخطار، منها خطر الوفاة أو خطر الوفاة بحادث، ومنها إن التعويض بيسدد قيمة إجمالية أو بيسدد من خلال منظومة معينة للمعاشات الشهرية خلال فترة عدد من السنوات. ب500 جنيه يدفعهم أي مواطن مرة واحدة، ولغاية 2500 جنيه كل واحد حسب قدرته، وبلا تعقيدات ولا مستندات ولا كشوف طبية، وبدون أي مصاريف إدارية. نعم، بالرقم القومي وبس، من سن 18 ل59، يحطهم كأنهم تحويشة ياخد عليها 16% عائد. في حالة الوفاة بحادث يصرف فورا تعويض من 50,000 جنيه إلى 250,000 جنيه، وللوفاة الطبيعية يصرف من 10,000 جنيه إلى 50,000 جنيه، وإذا حب يأمن ولاده من بعده بالتعويض يستبدل بمبالغ شهرية تصل لألف جنيه. أما لو كانت الوفاة نتيجة حادث لا قدر الله ل5,000 جنيه. هي دي شهادة أمان. نزلنا وسألنا الناس، شفنا في عينيهم الفرحة. عشان بيتي ما عندهاش حاجة، يعني أبرم كده بالعربية عشان أبيع للبشندي، وما مش إيدي لحد، ما أقولش لحد ده 5 جنيه. 500 جنيه أو 1,000 جنيه مش فلوس، فإن دفعتهم هتيجي تلاقيهم لأولادك. حصلت معايا وأنا اشتغلت في النقاشة، وقعت من على الواجهة من الدور الثاني، وربنا حياني واشتغلت تاني وقفت. فلو في تأمين الواحد مش هيقلق من أي حاجة. لو في ليك معاش الواحد مش هيفكر في حاجة، وانت مالكش معاش فبتفكر في بكرة. لو أنا مثلا حصل لي حاجة العيال دي هتعمل إيه؟ لازم يكون حتى لو في معاش صغير ليا اللي أنا أقدر أعيشهم بيه، وحمد ربنا وشكرا على كده. لازم المصيدة دي
احنا نكسرها وناخد القرار بالاصلاح الاقتصادي، لان هو ده السبيل الحقيقي لمجابهة محاولات افشال الدولة وهدم الدولة المصرية. شهادة امان، التزام من مصر لآلات طيبين متأمنين وعلى أولادهم بكرة مطمنين. شفنا احنا العرض الوثيقة، الحقيقة طبعا شيء رائع جدا، والأول مرة في تاريخ مصر في تاريخها القديم والجديد والكلام ده كله يبقى أهالينا اللي هم شغالين يوم بيومه، اللي هو بيعتمد فقط على صحته في شغله، لو عطل اليوم مش هياخد أجر، لو قعد أسبوع ما فيش حاجة، لو قعد خالص يعني هو بقى ربنا يعني هو يتولاه زي ما بيقولوا. أنا ضيوف النهاردة الخبير الإعلامي الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق. مساء الخير دكتور سامي، زي حضرتك ربنا يخليك. والدكتور سامي له يد في هذا الموضوع أو شارك في هذا الموضوع. ضيفي النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. سيادة النائب ازي حضرتك؟ الله يكرمك. طيب دكتور سامي من الاول بس عشان خاطر كده، انا احنا الناس يعني لما كنا في العالمين سيادة الرئيس يتكلم في هذا الموضوع او اسير او حتى في البنك بتكلموا على الناس اللي هو راح بيشتغل في شركة وبيشتغل في حاجة يعني هو بيشتغل، انما في من اهالينا من ال 17 18 مليون دول في ناس ما لهمش علاقه باي حاجه، الراجل اللي قاعد في فلوكه صغيره كده وبيبات فيها ومراته في المايه دولت ده ما يعرفش حاجه عن اي حد، مين اللي هيامنه وما معهوش بيكح تراب؟ هل احنا هنرصد الناس دي؟ هل هنعمل هذا الكلام؟ ده سؤال. انا هطرح شويه اسئله بس اللي دارت، لان احنا اول ما بيتعمل حاجه على طول مكنه الاخوان بتشتغل وتبتدي تقول. الحاجة التانية اتقال، كان سيادة الرئيس اتكلم قال ان الشركات الكبيرة ممكن تدفع 5000 جنيه اللي هي المبلغ شهادة الوثيقة التأمين 2500. التأمين 500 او 2500 المبلغ يعني، والشركة تدفعهم وكلام طول قال لك والشركة هتدفع منين؟ هو ده كده هيدفعوا ملايين ريالات وهيكسب ايه؟ طب ما هي ده حد تاني. الحاجة التالتة اهالينا احنا محتاجين يبقى في رصد كامل للناس اللي مش عارفه حاجه عن هذا الموضوع، اللي الناس بتخاف، يخاف يقول لك انا اخد حاجه اروح، يخاف يروح بنك، يخاف يروح في اي حاجه يمسكوه. عايز اعرف التفاصيل بتاعه الحاجات دي. حاضر. قبل بس التفاصيل لو سمحت لي بحاجه صغيره، حضرتك في المقدمه لما كنت بتتكلم على الشعور بالامان واتكلمت على الاوضاع في سوريا والناس اللي بتتكلم وانت بتقول تعال نشكر ربنا على الامان اللي احنا فيه واحنا في العالمين، لما سبت كنت موجود ومع سيادة الرئيس، فإحنا في الاستراحة التقيت برجل أعتقد كنا بنحمل له كل الحب والاحترام، المهندس إبراهيم محلب. فأنا حتى كنت ناوي أكتب مقال، لكن بحكم أن أنا جيت عند حضرتك النهاردة هقول لك كان إيه الموضوع لأنه حكاهولي. كنت هكتب مقال عنوانه دمعة محلب شهادة حق. اللي حصل أنه حكالي انه كان في الزياره بتاعه اعمار العراق، مهندس ابراهيم محلب طلب يروح الموصل، فقال له ما معنى ان انت يعني موصل ايه يا راجل؟ وفي موصل؟ ما فيش موصل. انت عارف ابراهيم محلب طول عمره فوعلي، يعني عارف اسف التعبير، لا وكان لهم شغل في الاول زمان بالظبط صدام هناك، فاصر على الذهاب للموصل. فبيقول لي دكتور سامي فين جامعه الموصل؟ لقيتها تراب. فين مكتبه الموصل اللي كان فيها اكبر خرائط ومخطوطات وتراث لا يناظره في العالم؟ قال لي وجدتها أرض، ولقى الطلاب بتوع الجامعة قاعدين على الكراسي يا أستاذ إبراهيم بياخدوا المحاضرات في وسط التراب. فقال لي شوف أنا عمري اتكلمت في السياسة قوي ولا أنا مدعي سياسة، يا سامي عبد العزيز أنا مهما كنت قريت وشفت وتحكالي يعني إيه كلمة تدمير دولة لم أكن أستطيع أن أصل لهذا المعنى إلا لما شفت الموصل بعيني حقيقة. وانت عارف إبراهيم محلب بسيط قوي، يعني مهندس إبراهيم محلب دولة الرئيس إبراهيم محلب بسيط، فحكاها لي فوجئت بيها بإيه بقى؟ أتري هذا الرجل الطيب راح جامعة اسكندرية وعرض المشاهد اللي شافها فين؟ في العراق، وأعتقد الأسبوع الجاي إنه راح أسيوط علشان يقول للناس ماذا تعني كلمة أمان. من هنا بقى بخش لك على المدخل ده. الأمان يا أستاذ إبراهيم له مستويات مختلفة. العمران أمان مش كده؟ لما بتبني مبنى بتعمر
العالمين انت بتبني، انت على طول كل طوبه بتبنيها انت بتعمل بتعلي الجدار السات بالله يرضى عليك، بتعلي جدار حائط صد ضد الامن بمعنى الامن الارهابي المباشر. لكن الاصعب والاعمق يا استاذ ابراهيم هو الامن الايه النفسي. خطوه شهاده امان هي خطوه في هذا الاتجاه. دعنا نقول هي جات ازاي. لما تيجي دعوه صادقه، مبادره صادقه من قلب مخلص حريص على البسطاء وهو رئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الدعوه تتلقفها هيئه، اعتقد هي والحكومه هيئه اصبحت محل ثقه الراي العام، هيئه الرقابه الاداريه اللي على طول نسقت مع الحكومه والحكومه نسقت مع البنك المركزي اللي دعنا النهارده نهنيه على البيان اللي طلع 42 النهارده 8 من 38 و2 ما شاء الله في اقل من شهر. اظن دلاله انه بلد مستقره، تحولات المصريين بتزيد، ثقه المواطن في حكومته. لما طرحت السندات اللي شهادات السندات دابت لنا اقبل عليها ازاي؟ جه محافظ البنك المركزي واجتمع وجاب البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره. وعلى فكره البدايه كانت موجوده اساسا عند البنك الزراعي بحكم انه بنك ملتحم بالايه بالفلاحين، لكن امام وطنيه الفكره البنوك كلها بقت على قلب رجل واحد ومعاهم شركه القبضه للتامين وشركه مصر للتامينات. فكروا في الاتي، هنا بقى هرد على اسئلتك، هل هذه الشهاده قاصره على فئه معينه؟ لا يا سيدي، اي مواطن على ارضك يا مصر يبلغ من العمر 18 لغاية 59 سنة بالرقم القومي يا فندم يروح للبنك. أو هنا بقى عشان أقرب لك المفاهيم، النهاردة اتفقنا مع المجلس القومي للمرأة، مع فروع الجمعيات الأهلية، مع كل الأماكن ذات الصلة المباشرة بالجماهير عشان نبسط لهم إن أنا سميته بيع المصطبة. عارف إن أنت تبيع على المصطبة تبقى قريب بالرقم القومي. سيادتك بتقول أنا هدفع 500 جنيه يدوك الإيه؟ لا تقول لي بقى هو انت عندك امراض ايه ولا كشف طب ولا حاجه من دي خالص، ولا مصروف اداري ولا تدفع جنيه. اول ما بتحط الشهاده ال 500 جنيه دول الى 2500 جنيه حسب قدرات حضرتك بيبدا يتسجل لك عائد شهري 16%. يروح فين بقى الاول بقى عشان نشرح لي كده؟ اي فرع من فروع البنوك دي كلها في كل انحاء مصر كلها فندم. او ممكن بدأنا نفكر في بريد. منافذ أخرى بريد. في البريد ممكن جدا أي منفذ هيبقى قريب الصلة أو على مسافة بنسهل يعني. وممكن أوي فكرنا في حاجة، أن يكون هناك مندوبي مبيعات يخبطوا على البيوت ويقربوها وينزلوا في المزارع. لأنه أهلنا الفلاحين دول أنت عارف بسطاء وممكن يكون كسول، يعني ممكن يكون محتاجها لكن يكسل. لا لا أو زي ما حضرتك تصورت قلت إيه، هقول لك يا عم البنك معا. ومن هنا بقى ده دور حضرتك ودور الإعلاميين المحترمين زي ما حضرتك عرضت الفيلم ده اللي بيبين إيه؟ إن الأمر بسيط، لا تخلي حد يقول لك اديني كشفك ولا اديني، لا ولا يقول له مهنتك إيه؟ ولا ولا مهنتك ولا أي حاجة ولا مهنتك ومعاه بقى بيشتغل معاه بكالوريوس معاه ليسانس معاه شهادة تحيتي مفيش ميكانيكي سباك مازح أحذية طالما بيروح فيه بيدفع سقطه بس كويس كده. طب خد العائد يا فندم، في حالة الوفاة بيتصرف المبلغ اللي اتقال في الفيلم عند حضرتك، لو وفاه طبيعيه او لو وفاه بحادثه المبلغ بيبقى بيوصل ل 52,000 جنيه. لكن هو قرر انه بارادته قال لك لا خلي التعويض ده ادفعه على دفعات شهريه لاولادي من بعدي طول ما المدة الشهاده معاش كده. مش عايز اسميه معاش ليه؟ لانه برضه هنا بيحصل خلط، لا هو دفعه شهريه ماشي. ماليه بتوصل بتبقى من 1000 جنيه الى 5000 جنيه. هنا بقى انت ضمنت ايه؟ لو لا قدر الله ابن التعليم بنته كانت عايزه بالفلاحين يشوروها ويجوزوها، بنته عايزه تكمل تعليمها، ابنه الصغير ممكن عايز لسه ما دخلش المدرسه، كل دي عباره عن حضن دافي من البلد على هؤلاء الاولاد. يبقى انت عملت لي ايه؟ خليتنا اشتغل وانا مطمن، خليتنا اشتغل وانا عندي طاقه انتاجيه، خليتني اشتغل وانا مش خايف من بكره. عشان كده الفيلم بيقول لك ايه، العوز صعب لكن الاصعب الخوف من ايه؟ من بكره. اذا سيد الفاضل قصاد هذه هذه الفكر، واشهد لما حضرتك قلت انا مش جندي مجهول ولا حاجه، بامانه شديده انا كنت منصت جيد لهذه الحوارات
وكنت فقط أدلي بدلوي زي ما حضرتك تفضلت نقول الجملة دي، لكن بأمانة ليس لي أي دخل على الإطلاق في هذه الفكرة العملاقة اللي بشوف أنها غير مسبوقة. طيب وأكل دليل لا لا غير مسبوقة لا 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 لا, لا, لا. خلص. في سؤال هنا. طيب احنا عملنا قلنا عشان لو اتصاب لو اتعور، طب الراجل اللي هو اللي بيشتغل ده بيمسح لزم بيعمل اي حاجة شغلات اللي يوم بيوم ده عطل اسبوع ولا حاجة، انا عايز اقول الآلية للحالة ديت موجودة ولا نستحدثها ولا نحطها في حساباتنا؟ شوف استاذ، من ضمن مزايا المؤسسات حاليا انها وده جمل قالها الرئيس، فكرة ما نبيعش الوهم. بمعنى ايه؟ ما نقفص على الحقائق. انت بتمشي في مشوار، كل مشوار ها له ايه؟ له خطط. انت بدأت بأول خطوة، خطوة بسيطة وغير مكلفة، اوكي؟ لكن لو هنخش في مراحل تانية هي انت تحت الدراسة، يعني عايز اقول لك دي تحت الدراسة. الدراسة تماما عشان اوفق. انا اقصد اقول في حالة البطالة يعني اول ما يعطل يلاقي دخل تحت الدراسة. دي تحت الدراسة وبتدرس على فكرة. بدأت دراستها. جه بقى سيادة الرئيس، مش عايز اقول بخبص لكن عايز اقول بانتهاز التوقيت والمناخ الايجابي ده واحنا في العالمين، لما قال ايه؟ تعال يا مجتمع يا مدني، تعال يا شركات. وكان اول توجيه له حتى اللي هو كان في الوزير لما حب يقول بشتغل عندي كذا بتاع، تعال لي بقى، قال له تعال لي بقى في الوسع بالظبط كده. فبالتالي الرئيس بدا يقول ايه؟ انه الشركات يمكن او الخاصه او التي تعمل مع الحكومه مقاولين او يعني مقاولين او مع القوات المسلحه يمكنها ان تساهم في هذا المشروع، في هذا المشروع. اما انها بتدفع ال 500 جنيه بنيابه عنه، انما ممكن تقسطه له. ايضا المجتمع المدني، المؤسسات الخيريه، ويمكن برضه سياده الرئيس اتكلم فيها. لا ده الاورمان كان موجود. عارف عملوا ايه الاورمان بقى؟ من ضمن الافكار قال لك افرض انا مواطن ما اقدرش ادفع ال 500 جنيه مره واحده، هم هيدفعوه بالنيابه عنه. هو قصته بقى بالقصته. اذا بحثت كل التيسيرات يا استاذ ابراهيم علشان نتاكد انها خدمه ميسوره. طيب. تمام. سياده النائب، اللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب هذا موضوع يعنيها في يعني باحتيالي هذا الموضوع. نعم. موضوعات نعم. اخرى. نعم. انا عايز اعرف يعني انتوا في الموضوع ده هتعملوا ايه؟ لان احنا الموضوع زي ما قلت فيه نقاط ممكن نعمل ده، يعني انا ممكن حضراتكم تفكروا لنا نبني على البدايه، ما دي الستارت، دي الحدوته الاولانيه. نعم. على الصلعه دي في طلع اكتشفنا في حاجه دي، انتوا ايه الافكار اللي انتوا اللي ناويين نعملها في هذا الاطار؟ يعني شهاده الامان معموله للناس اليوميه اللي بتشتغل باليوميه والاجريه والكلام ده كله، يعني بالتكاتف مع كل افراد المجتمع محتاجين ان احنا الشركات والافراد وهيئه المجتمع المدني ان احنا بقدر الامكان نساعد كل الناس ان هي تعمل، وده بيدي امان للفرد المواطن العادي اللي هو بيشتغل يوميا بيامن له مستقبله زي ما تفضل الدكتور سامي وشرح قصه الخطوات بتاعتها، وفي حاله الوفاه الطبيعيه وفي حاله الوفاه بالحادثه او ما شابه ذلك. احنا في اللجنه الاقتصاديه المفروض ان احنا بننسق مع البنوك ومع الجهات المعنية بهذه الموضوع على أساس أن احنا نبسط للناس الوصول لهذه المرحلة، أن احنا نقدر نساعدهم برضو نفتح أفاق تاني زي ما تفضل برضو معالي الدكتور، أن ممكن عن طريق البريد، ممكن عن طريق مندوبين لغاية الأماكن، نحاول نسهل الإجراءات دي بالضبط، ان احنا في كل نائب النهارده في الدائره بتاعته يقدر يساعد كل الاجريه وكل عمال. لا انا الجيزه الطلبيه، محافظه الجيزه دائره الطلبيه، وهي دائره اصلا برضو العماله اليوميه فيها كبيره جدا. نقدر نوعي الناس، نقدر نساعدهم، نقدر نوصلهم للبنوك لو في اي مشاكل معهم بينهم وبين الاجراءات، رغم ان هي ما بتحتاجش الا الرقم القومي وده اجراء بسيط جدا بدون اي كشف طبي بدون اي شيء ان احنا نقدر نساعدهم. طيب. نقدر نوصل العامل او الاجري لهيئه الهيئات المجتمع المدني ان هي ممكن تدفع له، ممكن تقسط له ان احنا نساعده. ده هي دي النقطه، بس اول نقطه مهمه ان احنا نقول له لو ما معكش في حته هتقسط لك. تمام. ولو بكح تراب في حته هتتبرع لك. تمام. بس هم هيبقوا دارسين. ايوه بالظبط. طيب سياده النائب، كلجنه اقتصاديه بقى احنا عندنا الشركات الكبيره المصريه والاجنبيه المالتي ناشونال الكبيره اللي هنا ودول، هو في جزء من حضرني يا دكتور سامي في ده، في جزء من
البروتوكولات بتاعتهم او بتاع ده انه بيطلع جزء ارباح من 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 ارباحه بيصرفها في المجتمع ده، لانه بيعتبر انه هو بيكسب من المجتمع ده. نعم. فبيحاول يرد للمجتمع ده حاجه. احنا عايزين دايما الشركات بتيجي تعمل الكلام ده على دماغها هي، يعني انا ما اعرفش هنخش الموضوع ده ازاي، انما انا عايز اقول له يا عم انت هتتبرع ب10 قروش او بتاع، طب ما تيجي نحطها في حاجه مفيده. ما هو في ناس بالذات المالتي ناشونال ما يحبش، انا يعني مش الله اعلم يعني، انما انا بشوفهم بيعملوا موضوعات لا تعود بالفايده على الوطن، ممكن تبقى بتصرف في هدايس يعني، هو صرفها صرفها انما ما تعودش بالوطن. ما تيجي ننظم المساله دي، لان المبالغ كبيره. نعم. المبالغ اللي هتطلع كبيره، يعني ممكن تبقى صندوق كويس لمشروع زي ده. شوف يا اسرائيل، هو حضرتك بتلمس في منطقه معروفه او مفهوم باعلامي اسمه المسؤوليه المجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه دي يا اسرائيل ليها اشكال مختلفه. على فكره تبدا بان انت بتشغل مواطن، دي مسؤوليه مجتمعيه. نعم. اتنين، انك تدربه، مشاركه مجتمعيه، دي مسؤوليه مجتمعيه. انك تقف جنبه في مثل هذه الامور. بمعنى ايه؟ هي ممكن تكون بتعمل تبرعات احيانا لمشروعات ها مؤقته. ايهما افضل؟ اعلمك ولا اديك السمكه؟ ده المثل الصيني. ادي واحد. ثم ايهما افضل، اني اعمل دعم كاني بديك صدقه، ولا ان انا اامن لك حياتك؟ هو المستفيد، الشركه دي هي المستفيده على فكره، ضمنت ولاء هذا العامل، ضمنت انه يعمل وهو مطمئن. مطمئن، خد بالك دي يعني. عشان كده اسبريم انا مركز قوي على كلمه الامن النفسي. ليه يا اسبريم؟ كيف يخترق الامن النفسي؟ وكان يبقى بقلب مفتوح، واظن سياده النائب قال افصح انه من الطلبيه، وبتهيألي الطلبيه والمنطقه دي كانت من ضمن الاوكار طبعا. بتهيألي كده احنا عارفين اوكار ايه يعني. مبسوط يعني، عملتوا ايه طيب فيه؟ انا شو بقى، لا اجهزه الدوله متكامله طبعا، وصلنا الحمد لله للاسلوب يعني طبعا. الهرس بقى الحقيقي، انا عاجبني قوي مصطلح الهرس ده. الهرس الحقيقي يا استاذ ابراهيم ان حضرتك بتخش بالبديل اللي كان الاخوان بيقدموا، اللي هو الحاجات اللي كان بيقدموا، اللي هو الخدمات. نعم. انت النهارده بتقول له انا مش برشيك، انا مش بديك شيء مؤقت، ده انا بديك شهاده امان لك ولاولادك. اهو ده عشان كده نركز قوي على كلمه الايه، الامان النفسي. مره اخرى لما جه سياده الرئيس وقال لك عايزها في خلال اسبوعين، مش كده؟ انت كنت حضرتك موجود في 15 يوم. دايما وضع الاطار الزمني يا ابراهيم حقيقي. انا حتى يوم وانا قاعد كده لقيت نفسي بكتب اللي يعيش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ده لو عايش في الرحرحه لا بص كده اقولها جت هو فتح. لو فقعوا اربع اوبان في الفجر زي ما بيعمل والله هيعلمه الادب يعني. انا حتى كتبتها عشان ما انساهاش، قلت اللي يعيش في الرحرحه الرئيس بيطيره بمروحه ما بيلحقش ما بيلحقش. عشان كده وضع الاطار الزمني ده في رايي الشخصي الزام. وعلى فكره هو حتى قال، وحتى ساعتها قال الكلام، مش بضغط. انا فاكر الكلمه قوي، قال انا مش بضغط، انا بأناشد. انا بقول طيب هو بيناشد بيعمل شيء. النتيجه ان اخذنا ايه في 3 سنين ونص في مشروع، في مشروع المجاري. ايوه. انجزنا في 3 سنين ونص اكتر من اللي انجزته مصر في تاريخها تاريخ. في هذا الموضوع ده صحيح. يعني بنينا خطوط قد ده في 3 سنين ونص، عملنا حاجات اكتر من اللي اتعملت في 50 سنة. فعشان كده هو يعني هو، وبعدين انت بتاخد اقل وقت اقل تكلفه اكبر جوده، 3 مع بعض يعني، مش بسرعه نكلفت. لا لانه هو كمان قصد بيه حاجه، خلينا نكون صراحه، السيد الرئيس يعلم ان وقفه الشعب المصري في 3 سنين ونص في تحمل فاتوره الاصلاح الاقتصادي بقى تبتدي تندع وتسيل خير على هؤلاء الناس. انا في رايي بيسرع عشان يشوفوا لسبب، لانه انت المواطن ادى، لازم نعترف بهذا. نعم. ادى وساند وايد وتحمل، يبقى اذا النهارده مطلوب بقى رد الجميل بقى. نعم. لهذا المواطن البسيط بالذات الشريحه دي يا اسرائيل. عايز اقول لك الشريحه دي اللي اعجبني في المشروع، عشان اكون امين معاك بقى، ان عرفت ان الرقابه الاداريه زي ما تقول كلفت مراكز بحوث، منهم مجلس قومي المرأة ومنهم مراكز بحثية أخرى، نزلت عملت دراسة عشان ترصد مين الفئات الأولى ها بهذا الموضوع. فلما اكتشفوا زي ما حضرتك شفت إن 15% يعني 15 مليون بس يا أستاذ إبراهيم من
الشعب المصري سواء في حكومة أو في قطاع خاص هم اللي عندهم كلمة علي. أمن أو تأمين. إزاي تيجي؟ إزاي تيجي؟ يعني فبأمانة شديدة التوقيت بتاع الفكرة أنا في رأيي أنه توقيت عبقري يعني مدروس بأمانة مدروس. طب يعني أستأذنكم فصل فضل فضل طبعا. طيب دكتور احنا دلوقتي خلاص الشهادات خلصت والتكلم ده كله انطلقت النهارده النهارده انا عايز اقول وهناخد وقت علشان اهلينا يعرفوا هنقعد وقت على ما يعرفوا ان في موضوع زي ده لان مش ضروري انه بيشوف التلفزيون او بيقرا الكلام ده كله فاحنا عايزين نستغل يعني او الاداره بتاعت هذا المشروع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي تتحكي فيها الكلام ده كله وفي نفس الوقت عايزين يبقى في ارقام تليفونات تتحط البرامج كلها اللي في التلفزيون نحطها انه في حاله ما اي حد من اهلينا راح بنك ولا بتاع عشان ما يقولوش والنبي تعالى عشان نفس او تعالى كده لا 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 الحاجات الحقيره دي فالنهارده لازم الناس يعني لازم تليفونات للشكاوى والشكاوى والكلام ده كله اللي حضرتك بتقول ده كلام عظيم جدا بطمنك البنوك خصصت فروع ومكاتب لهذه النوع من الخدمه وتم تدريبهم وبيتم تدريبهم على التعامل مع هذه الشرائح اللي الاول مره طب ما يعلنوا بس يقولوا فين بص وبالك الحقيقه انا عاجبني انه مفيش نوع من انواع المبالغه في الحكايه كل الامور بتتاخد على مراحل فانا بطمنك ان البنوك مستعده المجلس القومي المرأة بفروعه كلها مستعده مش بعرف عارف جميع الجمعيات الاهليه عارف ليه يا اسبرين يا دكتور بس في الاستاذه نيفين مساء الخير يا استاذه نيفين مساء النور يا فندم مساء النور ومساء النور الدكتور سامي اتفضل يا فندم احنا بس استكمالا للحديث اللي تطرقتوا اليه بخصوص شهاده امان وخصوص التواصل وازاي هنوصل للفئات المستهدفه احنا كجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر مجرد ما ابتدى يبقى في ملامح عامه او الاعلان عن شهاده امان تواصلنا مع البنوك اللي هي بتخدم الاقراض متناهي الصغر لو حضرتك زي ما حضرتك عارف الاقراض متناهي الصغر ده بيبتدي عندنا من 1000 جنيه ممكن يصل بعض الاحيان ل 25000 او 30000 فتواصلنا حضرتك كان في عقد مؤخرا لسه ماضينه مع البنك الزراعي المصري ب 40 مليون كله مخصص للمراه ومستهدفين فيه بنسبه كبيره جدا المراه المعيله نسقنا مع رئيس مجلس اداره البنك ان احنا كل من يحصل على قرض ياخد شهاده واحنا نتولى تقسيط هذه الشهاده طوال مده القرض دي كبدايه لكن احنا طبعا برضو من خلال الجهاز عندي ومن خلال فرانا هنبتدي ان احنا نسوق لكل من يتقدم للحصول على قرض صغير او متناهي الصغر ان هو يحصل على شهاده امان سواء لنفسه او للعاملين عنده في مشروع صغير او المشروعات متناهيه الصغر استاذه نيفين هل النهارده نقدر نخلي الشهادات دي تبقى موجوده في مجلس القومي للمراه وعند ستك وعند اي جمعيه من الجمعيات المدنيه اللي موجوده ديت بحيث يبقى عنده 1000 شهاده وانا اللي مش قادر يخش بنك ولا خايف يروح بنك والكلام الاهالينا دول ونعمل دعايه حوالينا كده بحيث الناس اللي عمالينا قوي احنا هننسق حضرتك مع انا لازم انسق مع بنك لان من يصدر هذه الشهادات هو البنك فانا ممكن انا طبعا حضرتك بتعامل مع اكثر من 14 بنك لهم تعاقدات معايا وليهم عقود ممكن هننسق معاهم تماما واللي حضرتك بتقول عليه ده يبقى من خلال فرعنا يهمني ان المواطن يحس ان هو قادر يحصل عليها من اي مكان هو ده اللي بقصده يا فندم يعني هو ده بيقصده حتى نبصر له والجانب الدعائي بقى ما اعرفش الدكتور سامي احنا عايزين نتناقش في هذه النقطه ان احنا عايزين نوضح للناس لان في ناس كتير لغايه دلوقتي ما عرفتش هو معلومات يا سورين بتقول يعني اولا دعني نشكر الاستاذ نيفين على هذه المبادره الطيبه لان الحقيقه هي كانها كانت قاعده معانا وهي بترد على سؤال حضرتك ازاي هتقدر تيسر الوصول للمواطن دون عناء ودون تعب انا اعتقد استاذ نيفين ايوه يا فندم حضرتك معانا دقيقه واحده معانا طبعا لا معاكم اتفضلي يا فندم فمثلا ده الاستاذ نيفين قالت لنا ال 40 مليون دول بيخدموا كام مواطن احسبها كده يبقى انت يعني لو خد بالك من المراه المعيله وانت عندك حوالي 3.3 بس انت قلت لي علمتني قلت لي ما تقولش نسب 3.10 ما تقولوا الكلام هقول لك لما تتكلم على 3 مليون اسره بتعولهم ها مراه اضرب كده 3 في 3 بكام لو قلنا متوسط اسره 3 يبقى كام 9 يبقى انت بتتكلم في 9 مليون يا فندم دي شريحه واحده يا فندم دي شريحه واحده اذا وجود جهاز تنميه المشروعات المتناهيه الصغر
اللي بترأسه الفاضلة الأستاذة نيفين جامع والبنوك الأخرى وكل الفروع الفروع الأخرى وكل المنافذ، يبقى أنت ضمنت إيه؟ ها؟ أنت ضمنت على سبيل المثال يا فندم، بنك زي بنك الزراعي المصري عنده 1210 فرع. 1210 فرع؟ آه، منتشر في قرى وفي نجوم وفي مراكز، مش موجود بس في مركز المحافظة. مظبوط، موجود في مراكز وفي قرى. يعني هو البنك الزراعي دلوقتي عنده شهادات ديت؟ أيوه ده. آه يا فندم. يا استاذ نيفين، البنك الزراعي عنده الشهادات دي؟ عنده الشهادات، البنك الزراعي وبنك القاهره وبنك مصر والبنك الاهلي. طيب هو الجهاز يا فندم، جهاز المشروعات المتناهيه الصغر ده يتبع اي جهه؟ احنا حضرتك يتولى رئاس مجلس ادارتنا وزير التجاره والصناعه ورئيس مجلس الامناء معالي وزير رئيس الوزراء. طيب اسمحي لي اقول لحضرتك، يعني بيتعمل جهاز اكيد وانتم بتعملوا خدمات كبيره جدا في مشروعات صغيره ومتناهيه والكلام ده كله، المساله يعني زي عايز اقول ايه، ان احنا ما عرفناش، مش ما عرفناش نسوق، انما ما عرفناش نوضح حاجه، لان احنا مهم جدا كل حاجه بتتعمل زي دي مهم جدا الناس تعرفها. مهم تعرفها ليه؟ دي بترفع معنويات الناس وبتحس ان البلد فيها حاجات، وبتحس ان في شباب خد 1000 جنيه وقدر يعمل، وبتحسسهم ان الحكومه معاهم يا فندم. اه الدوله دي. طب وانتم مخبيين عشان الحسد ولا في نظر ولا في نظريه ثانيه؟ انا مش لا والله يا فندم مش مخبيين ولا طيب حاجه. انا هكون على تواصل مع حضرتك في هذا الموضوع، لان عندي وجهه نظر في هذا الموضوع، لان انا بعمل مشروع زي ده لازم يتم تسويقه اعلاميا بصوره او باخرى، في رايي انا لازم يكون كلامك مظبوط يا فندم، يعني لازم يتم تسويق. انا اتفق مع حضرتك في الراي. طب انا هتكلم مع حضرتك في مدى. بشكر حضرتك جدا جدا يا فندم على المشاركه والمداخله يا فندم. اتفضلي يا فندم. شكرا يا فندم. اعتقد سياده النائب، اعتقد حضرتك عضو في مؤسسه القاده. نعم تمام. نعم. دي فيها كم عضو يا فندم؟ لا فيها عدد كتير، وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، حوالي 130 الف تقريبا في نفس الرقم ده. حضرتك لابد ان يكون في دور لكل افراد المجتمع وكل المؤسسات وكل الناس اللي موجوده، بمعنى ان احنا حتى بمناسبه اعضاء مجلس النواب كل واحد في دايرته. أيوة. يقدر عن طريق المكاتب بتاعته، عن طريق الافراد اللي هم شغالين معاه، يقدر يوصل للناس او يشرح لهم، يعرفهم ازاي ان هو يعمل شهاده الامان دي، خلاف دور الاعلام اللي هو يقدر يوصل برضو المعلومه اكتر وكل الناس سواء كان مرئي او مسموع او مقروء. ارقام تليفونات للاستفسارات، ارقام تليفونات للشكاوى، كلنا نتكاتف مع بعضنا. وفي نفس الوقت دور عضو مجلس النواب ان هو لو في اي مشاكل يحلها بخصوص هذا الموضوع، يحاول يوصل بعض الناس للجمعيات او للاشخاص اللي يقدر يساعدوهم، حتى ان هم يدفعوا لهم او يقسطوا لهم الشركات، ان هي لو في مشكله بين الشركه والعمال اللي موجودين فيها يقدر يتواصل ويحلها، بحيث ان احنا كلنا نكون متكاتفين مع بعض نوصل لنتيجة كويسة في هذا الموضوع. أنا جالي خبر يا إبراهيم دلوقتي هو بأن هناك حملة إعلانية مكثفة سوف تطلق في خلال أيام قليلة. مين بقى اللي الحملات الإعلانية التي تتعمل؟ ما أنا عايز أقول لحضرتك، إحنا عندنا يعني عندنا دايما يبقى في حاجة، يعني لازم خدت بالك، يعني لازم المسألة تبقى يعني زي الأستاذة ليفي لما بيتكلم مشروعات، وزي القروض بتاعت اللي قال على سياده الرئيس الخمسة مليار اللي قال، وبدات البنوك تعمل هذا الكلام، يعني ما تعملش تسويق ليه؟ هو انا بعمل تسويق ليه؟ لان انا في شاب مش عارف، هو مش عارف يعمل ايه، فلما اقول له تعالى انت خايف ليه؟ ما تهو زميلك اهو خد بتاع ده وعمل مشروع اهو ونجح اهو، تعالى يعني انا موافق. شوف اسمعني، هو الان انا بقول لك بحكم اني معايشيه الفكره دي بالتحديد، شايف ان كل الازرع والايادي ممتده لبعضها البعض. نعم. عشان تنجح هذه التجربه يا رب. لا انا بقول لك انا متاكد من ان شاء الله. ليه؟ شفت الاجتماعات المكثفه ليل ونهار من 12 ظهر ل 12 بالليل، عارف كان كل التفكير في ايه اللي حضرتك بتقوله؟ مش بس ازاي تبقى ميسره وازاي تبقى فيها مزايا غير مسبوقه، كيف تصل لابسط مواطن اينما كان. فانا موافق. الاستاذ نشأت يوسف بعت لي بيقول لي نرغب على عشان برنامج في تطبيق شهاده الامان على العاملين بالخارج. لانطباق شرطين عليها، وهو الشرط الاول للعاملين بالخارج ليس لديهم معاش شهري لعدم اقتناعهم بالتامين على العاملين بالخارج. محدش ما تعملش تامين للعمال في الخارج، وعلى فكره دي برضه ما اعرفش ليه ما تعمل. المهم والمتاح لدى التامينات الاجتماعيه. الشرط الثاني للعاملين بالخارج ليس لديهم دخل ثابت او منتظم شهري. فانا بالتالي يعني ان في الخارج في الداخل انت معاك بطاقه شخصيه رقم قوي. طيب انت قلت من 500 ل 2500، مفيش اكتر من كده؟ لا اصل بالعكس، ده انت ليه خليت المبلغ ده علشان يبقى في مقدور اكبر شريحه ممكن اي لو لا طيب يعني لو حد
هو بيعمل عايز، ما هو الخير ده ممكن يكون عنده ظروف يعمل ده اكتر، عايز يامن نفسه في 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 عائد شهري لاولاده وبعديه يبقى بطريقه، ده قراره. لكن برضو من ضمن الضوابط اللي اتحطت الا يستفيد مواطن واحد ها باكبر عدد من الايه من الشهاده، هي شهاده واحده ليه؟ الشهاده دي مدعومه، الشهاده دي هتكلف البنوك هتكلف الدوله، عايز اقول لك مفاجاه، فبالتالي مش الشهاده دي لا يوجد طرف فيها كسبان الا المواطن، بقولها لك قولا واحدا، لا ما فيش مصاريف اداريه ولا ولا شركه تامين ولا حاجه خالص، هم دول هياخدوا حاجه والرئيس لما نشف عليه هياخدوا منه لما ده انا عارف، فدي مساله، وانما انا بطمنك ان هناك جهود مكثفه على ارض الواقع. طيب الاستاذ فريد نبيه بيقول اسئله عن تطبيق النظام الجديد، ايه اللي يمنع ان رجال الاعمال ان رجال الاعمال يشتروا اغلبها لانفسهم؟ ما فيش لسه الدكتور قايل لك ما هو ليش شهاده واحده بالظبط، لو اشترى اثنين ده هيتعلق من ودانه. اما الفقير فكام واحد من العمال ده قادر يدفع المبلغ ده 50 جنيه وعنده واصلا اللي عنده بطاقه وترقم قوي، الموضوع لسه عايز استكمال. ادي بقى انا عايز اقول لك الناس الايه يقول لك عايز استكمال، ابتدى يقول لك ايه اللي ضمن الاداء، ما هو دي الحاجات اللي طلعت التخريجات اللي طلعت، مع احترام الاستاذ فريد اذا كان الاستاذ فريد ده اسم حقيقي ولا حد داخل بي فقال لك اكتر من 2500 مش لازم، مش بس كده ما فيش غير رقم القومي وبعدين هو بيقول لك اصل هم ما عندهمش رقم قومي، لا ده عنده رقم قومي اللي مش هيقدر بطاقه تمويل الا برقم قومي، لا يوجد مواطن ملوش عنده رقم قومي، هو ما هو مش هياخد بطاقه تمويل لما كل رقم قومي طبعا، فهو انما هو ده نوع من انواع اللي انا عايز اقول التشكيك. التشكيك ايوه الله ينور عليك. الاستاذ مش عارف عامل اسم كده، ايوه عايزين نعرف تفاصيل عشان تمام، وهل هي لاي حد ولا لها شروط معينه؟ ما قلنا فندم لاي مواطن عايش على ارضك يا مصر من 18 سنه ل 59 سنه ليس مطلوب منه سوى ان يتقدم لاقرب بنك جنب منه، لاقرب فرع جنب منه، او الجهات اللي ممكن يعلن عنها بعد فيما بعد انها مفتوحه بالرقم القومي يحط، ومع العلم ان الشهادات دي مش معمول منها 2000 وقال لك قفلنا، دي مفتوحه لغايه الناس ما تستكفي تمام، بس لما تقول 18 دي من طبعا طبعا طبعا. الاستاذه رباب محمد بتقول جزاك الله خير يا استاذ عليا، انا يعني لانه بتتكلم كلمتين في حقي، بتقول برنامج كويس، يا ريت استاذ دكتور سامي لحد امتى لا يولد وزير الاعلام يحاسب الاعلاميين المحسوبين علينا، ولحد امتى لا يولد عندنا قناه اخباريه عالميه اللي ترد على الكذب وتضليل الاشاعات تستهدف البلد، وامتى هنحاسب وسائل الاعلاميه الغربيه زي قناه بي بي سي المغرضه اللي تستهدف بشكل واضح امننا بل اقدر من قنوات الاخوان؟ شكرا. يعني الحقيقه أنا خلف أمان في أيوه في إجابات، ده موضوع شائك جدا وكبير، أنا الحقيقة في حالة يعني عايز أقول تفاعل إيجابي مع فكرة عظيمة بهذا الشكل، فمش عايز أخرج، فبعتذر للمشاهدة الفاضلة وبقول يا جماعة إحنا النهاردة بنتنقل نقلة تانية في مفهوم العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية وأمن المواطن وأمانه، أنا شايف إحنا في هذه المرحلة بكل المعاني كلمة أمان يا أستاذ. الأستاذ أمان حجازي بتقول تحية تقدير واحترام للرئيس السيسي الذي فكر بالفقراء وعمال الافتكار، يعني بفكر فيهم وما فكر حد فيهم من قبل أو أي رئيس بأي دولة، تحية إعزاز وتحية مصر ويحيى الرئيس السيسي القائد والزعيم والأب والحن، والكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه غير مسبوقة في أي وقت. الأستاذة خديدة محمد بتقول فعلا ما فيش حد فكر أبدا في عمال الأمية، الرئيس السيسي له كل الحب والتقدير والاحترام، محمود عبد الله زايد ممتازه طبعا وطال انتظارها. حنان حافظ بتقول نوع من انواع العداله الاجتماعيه، بس اللي عاوز يشوف، لكن اللي بيكره البلد هيشوه كل ما هو جميل، والعلم حضرتك كان الناس الفعاليه في ميدان 7 مرات دايما مولودين واعداد كبيره، حاليا لا يولد حد، واذا تولد فهو عدد قليل جدا، كل بقى بيشتغل طبعا، يعني بتكلم على الناس اللي بتنكر كل حال. الاستاذه بسمه بتقول الحد الادنى اصبح 2500 جنيه وليس 500، يا ريت حضراتكم تتاكدوا من المعلومه دي، لان ده طالب الرئيس السيسي 500 جنيه. طيب ست بسمه الحد الادنى 500 جنيه 4 جنيه في الشهر ويدفع القسط بتاعها 4 جنيه بالظبط، الكلام المفيد عند الدكتور سامي اهو. الاستاذه خديجه فعلا ما فيش حد فكر في اعمال اليوميه، الرئيس السيسي انه كل حب وتقدير. محمد فتحي الصابر بقول السلام عليكم، يا ريت نحاول توضح ناس ان الناس الاسلوب الطيب والوحيد في مصر الان صوت العقل والوطنيه، يا سيدي ربنا يخليك. الاستاذه منال
هشام بتقول هذا هو الرئيس الذي يحنو على شعب مصر ويحمي شعب مصر ويبني لشعب مصر ربنا يحفظه ويحميه وينصره ويبارك له وينير له بصره وبصيرته. الأستاذ أحمد رشوان بيقول أول مرة الرئيس يهتم بعمالي اليومية ومن ليس لهم عمل ربنا يحفظه ويعطيه من فضله. شهادة أمان دي لأي حد ولا الناس معينة يا ست الكل؟ لأي حد من 16 من 18 من 18 من 18 سنة لغاية 59 سنة. طب هو اللي عنده 60 ده يعني ويعمل على عار القفة ده ولا ايه؟ انت ولا لازم هنوصل لسن معين؟ بص تشوف طول عمرك مشاغب. انت بتشاغبني في حاجة وانا جاوبتك لها من شوية. قلت لك يا صبري هذه المرحلة الأولى، دعني أؤكد لك وليس لأني واصل ولا عندي معلومات، إنما أنا أعلم لما شفت الاجتماعات أن هذه الخطوة الأولى وخطوة الستين وما فوقها، بقولها لك من دلوقتي وسجلها عليا تحت الدراسة. أنت عارف لو اتعمل دي يا دكتور سامي، ما برضه احنا عندنا في المعاشات الناس بتتهبد هبدة جامدة. يعني هو كان بيقبض 10 قروش لما بيطلع معاه اسم ياخد قرشين، في نفس الوقت ان مصاريفه بتتضاعف عيا بقى او زخانات وبتاع، مرحله من السن ما يقدرش يمارس. احنا فدلوقتي نقدر نقول على يعني دكتور سامي بيؤكد ان في ثلاث اربع حاجات هتتعمل في السكه بالزبط. يعني هناك تطوير اخر او اضافات اخرى للموضوع ده، بحيث في الاول وفي الاخر ما فيش حد فيك يا مصر هيبات ابدا وهو خايف على بكره. في حاجه اسمها عندنا دورة حياة المنتج، له دورة مرحلة التقديم ومرحلة النمو. انت النهارده في مرحلة الايه؟ التقديم والنمو. بنوصل لمرحلة اسمها مرحلة النضج، الناس خلاص بقى بتبقى، خد بالك من حاجة، وانا هو انت هو المصري بطبعه ذكي. تعرف المصري ده لو انت قلت اللي هيستفيد منها سي 30 مليون مش كده؟ ايه رأي حضرتك؟ انا هو الايام بينا، لو 10% من 30 مليون دول دخل البنوك، انا هو انت هو هيبدا يبقى عميل بنكي وتضاف الى ثقافته بدل البلاطه، صدقني انا. وهنا بقى شطرت البنوك، لان احنا برضو خد بالك اسبريم جزء من مشكله مصر ما اطلق من مصطلح يمكن فيه غموض شويه، الاقتصاد الغير رسمي، الغير رسمي والشمول المالي. ايه الشمول المالي يا اسبريم؟ النهارده على فكره عامل الاجري ده النهارده بالمناسبه بيشحن الكارت بين على الموبايل، هطمنك قريبا ويجهز لها الان ان ستك تقدر تحصل على هذه الشهاده بالموبايل يا سيدي. معلش بس خلينا احنا انت واقعيين يا اسبريم، انت هتقول لا بس استناني اصل انا عشان المركز اتخاذ القرار او المركز اللي في مجلس الوزراء ده دعم اتخاذ القرار لما بيجي يرد على اشاعات ولا حاجه بيرد على الموقع بتاعه. كم واحد يا عم بيشوف موقعه؟ لا ما كانش على الموقع يا فندم. ما استناني بس ما هو انا برضه الموبايل معلش معانا حتى في يعني الموبايل انا هستخدم شريحه معينه، بس احنا رايحين لناس وانا قلت التعبير بكحه تراب وفعلا بكحه تراب. كون حد يفتكرهم بقى، خلينا نمشي مع كويس. احنا عايزين نوصل لهم بالطرق يعني انا عشان كده المبسطه. لا ده في اصل انت في ناس منهم ما بتشوفش تلفزيون كويس، خدت بال حضرتك؟ هو ممكن يسمع والناس اللي شغاله على الودان دلوقتي اللي هم الاخوان وحواريهم بيسمعوهم كل ما هو كده. فده ازاي هنوصل يعني ده ازاي بقى غير اللي انا قلته؟ ما تيجي نتفق انا وانت على حاجه. ما هو ممكن يكون الفلاح ده محدود القدرات نعم ها وكسول، لكن عنده ابن اتعلم بس ايه المانع يا فندم؟ انا مش بتكلم عن الفلاح لا والعامل انا ده الفلاح المصري ده استاذ كرسي كويس اللي هو ما يعرفش ممكن ما يكونش بيعرف يقرا استاذ كرسي الزراعه الراجل اللي يحط بذره واستناه 6 اشهر ده من القعده دي كلها بتخليه عامل. بس انا بتكلم على اهالينا ايوه في اللي في الحته الميكانيكيه والحرفيه لا مش يعني في حته تانية ناس اللي هم قالت مش اللي هم اكيد هيجي دورهم اللي جاي واكيد هم دولت اللي هيدعموا ودولت اللي احنا بندور عليهم يا سيدي النايب. يعني خدت بال حضرتك ازاي؟ هم دول عايزين نوصل لهم، بس انا مش عارف مش يعني عايز اقول ان التلفزيون مش هو الوسيله الوحيده. لا مش هو، عايزين نشوف بقى حل بس النواب مجلس الشعب. اغلب الاسر يعني ابنه مدرس، ابنه مهندس، ابنه دكتور. يا بيه انت بتتكلم ده ما عندوش ده يا بيه ده انا بتكلم عليه ما عندوش حل ابنه ده. انا حضرتك 99% كله بيتعامل مع التلفزيون ومع الاعلام بيطلع، وما فيش النهارده ما فيش مكان على مستوى الجمهوريه اللي ما التلفزيون مفتوح ال 24 ساعه. وصلني صوتك. ما فيش دايره. انا وصلني صوتك. وصلني هدفك. انا بطمنك أن جميع أجهزة الدولة على كل المستويات معنية بهذا الأمر. وعايز أقول لك النهاردة أنا جت الأخبار أن الانطلاقة الأولى في اليوم الأول بدأ يكون لها استجابة،
وانا بقى هطلب من خلالك وحركه اللي تطلبها بقى. احنا كل يوم لا انت كراجل اعلام اطلب دلوقتي من البنوك تبعت لك بكره وبعده تبعت لك عملوا قد ايه. ايوه ونسبه الاقبال شكلها ازاي. هو لازم ازاي؟ في هيد للمساله يعني. أيوة. حد بيلمع ويعمل ده. انا شخصيا هكلم كل يوم. جميل. اقول له ما كنتش عرفت اقول عايز اقول يعني مع انت في اي حته لو شفت الراجل الولد اللي هو سايس في الجراج عندك مزبوط. شفت الراجل ده قول له وطمنه وخده من ايده ووديه وكده. الستات الغلابه اللي هم ست معيله وما مش عارفه وما عارفش حاجه اخدها معاه بطاقه هنبصمها يعني عايز نشارك كلنا في ده مشاركه الجميع. لان انا عايز اقول كل واحد من دول ده شهادته انا في انا بألف شهاده تانية من حد تاني اكثر منه معرفه واكثر منه حاجه. مظبوط طبعا. اللي واقع على الارض ده خالص. نعم. هو ده ده اللي المشروع ليه. صحيح هو ده اللي معمول له فعلا. يعني مظبوط. ده الباقي متاخد على حسابه يعني او ليه على جناحه زي ما بقول يعني. بالظبط كده. انما يا اصبر هي فعلا فكره بدل انت رايح للبسطاء بسطنا الاجراءات. مادام رايحين للبسطاء قربنا المسافات. مادام رايحين للبسطاء ها كلنا مشاركين لانه انا مؤمن ان اردنا ان نبيع جميعا جميعا لابد ان نشارك الجميع. نعم. معروفه الحي... يعني ما في فكره تقدر تسوقها او تبيعها الا اذا كل المجتمع شارك فيها وتابعها. هي عايزه كده. هي عايزه المجتمع كل واحد مننا ليه دور. ليه دور طبعا. اللي ساكن تحتك اللي ساكن في الشارع بتاعك مش هقول لك البسيط ده ساكن ياسين انما انت هتلاقيه في حته. مظبوط. روح له كلمه قول له مراكز الشباب اخواننا المشايخ بتوع خطب الجمعه مراكز الكنائس وحديث الاحد قصور الثقافه. يعني لازم كلنا نتكلم في نشارك في الموضوع. مظبوط مظبوط. والنجاح الحقيقي احنا نوصل للناس اللي هم عشان اللي هو مفيش خالص اللي هو اتعمل عشانهم اصلا ايوه هو ده النجاح الحقيقي. هل هتسمح لي بس احنا فضلنا ايه دقيقتين او حاجه فاضل قول ثلاث دقائق مش غصب عني بقى بحكم انتمائي للجامعه ما اقدرش افوت يا استاذ ابراهيم واسمح لي بدي لما الرئيس قالها بنوع من انواع الانفعال وانت كنت موجود على فكره التعليم والتآخي. نعم. مع الجامعات الدوليه توأمة مع الجامعات الدوليه ولما قالها بكل الحماسه وبحكم ان انا جوه هذا المجتمع استشعر حراره الكلمه ومراره المعنى لما قال لن اسمح ان يحصل توأمة إلا مع أعلى 50 دولة في التصنيف 50 جامعة في التصنيف الدولي. نعم. صدقني يا إبراهيم لو ما عملناش ده على التعليم السلام هديك مثال صغير عد ورايا عدد كليات وأقسام الإعلام اللي فيك يا بلد قد إيه وأفاجأ لا 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 تآلف مع جامعة بل بالعكس كلها نسخ ها متاخدة من إيه من بعضها. فأنا لازم أشيد ده وأنا الحقيقة حسيت بحاجة إن وزير التعليم العالي حقيقي أنا لأنه هذا الرجل الفاخر ده أنا أعترف لك بيه الدكتور خالد عبد الغفار من الوزراء المحترمين وأنا حسيت ساعتها كان لو كان جاله مدد ليه لأنه بيعاني من ضغوط هو كمان من ضغوط الجامعات الدولية فالريس زي ما تقول خفف من عليه الإيه طلعها فأنا ما أقدرش أفوت المناسبة مع حضرتك وبرنامج الكلمة الشاف ده. طب بس أنا عايز أضيف إضافة هنا. اتفضل. إحنا توأمنا مع 50 إحنا بقى عايزين هنا نبتدي نشوف إحنا عايزين جامعات في إيه اللي عايز سوق العمل يا سلام. مش اللي في الدماغ يا سلام عليك شوف علم ينتفع به ده اللي عايزينه بقى استاذ ابراهيم هقول لك بقى نموذج مرتبط بالشهاده وبالتعليم لماذا اصبحت البطاله في ماليزيا تكاد تقترب من الصفر عارف حضرتك ليه راحوا لاتحاد المقاولين والانشاء والتشييد زي عندنا مش عايز كده فن لا قالوا هناخد جزء من الرسوم اللي انت بتاخدها من شركات المقاولات وأسسوا بيها إسرائيل جامعات وكليات تكنولوجية لمين يا فندم؟ للسباك للمبلط لبتاع المحارة وياخد شهادة شوف بقى المفاجأة بعد ما ياخد الشهادة دي بقى منهم بيكونوا شركات صغيرة ويلزموا الشركات الكبرى أن تعطي أعمال النقاشة والتبليط والسباكة بعقول من الباطل لمين؟ دول خلصت البطالة أهو ده الفكر الجديد. طب ما هم يا عم الدكتور انا عايزين نقول للسيد وزير الاسكان دكتور مصطفى مدبولي وانا بقول له كتر خيرك على اللي عملته كله وتعمله كله انما احنا عايزين دلوقتي اي مشروع اسكان بتعمله الدوله جرى العرف ان انا بديه الشركات الكبيره. ايوه لا هوقف الكلام ده. انا اقول للشباب اللي طلع مهندسين الشباب دول اعملوا شركات وانا هديك عماره او عمارتين والاستشاري بتاع الحكومه هيبقى هو الاستشاري بتاعكم مش هياخد منك فلوس. عظيم. خدت بالك بس بشرط انهم تكون عماله تم تدريبها وتم تعليمها. انا بتكلم عن المهندسين اللي بيعملوا شركات
العماله بقى ما هنعمل تدريب، احنا محتاجين دلوقتي ندرب على احنا مع خلي بال سيادتك من الرئيس قالها، قال انتوا الشركات بيقولوا دي من بره، قال لهم ابدا خدت بالك. انا النهارده بس انا عايز اقول انا لو الشباب ده اصل ليه انا بقول ليش ليه بقول للشركات الصغيره، لان الشركه الكبيره ما بتبنيش يا دكتور. مظبوط. الشركه الكبيره بتدي مقاولين كبار. مظبوط. والمقاول الكبير ما بيبنيش بيدي مقاول صغير، يعني ده الشاب اللي انا بدور عليه. بس الشركه الكبيره خدت مكسب والمقاول الكبير خد مكسب والصغير ده خد مكسب، ففي ثلاثه يد هنا كسبوا. كسبوا من مين؟ من الشاب الغلبان. طب ما تيجوا يا جماعه الخير نلغي دولت والشركات الكبيره خليها في المشروعات الكبيره بتاعتها. مظبوط. ودي المقاولين ودي الشباب الصغير يعمل شركات. اولا شجعتهم ممكن يبقى ولا شاب منهم مهندس ومعاه محاسب خريج جامعه ومعاه وانا عايز اقول لهم نعمل الشركه دي. انا اعتقد جهاز برضو تنميه المشروعات الصغيره عامل جزء كبير من هذا لهذا الغرض، واعتقد انهم شغالين في اتفاقيه دوليه على فكره التدريب يا صبري. انا التدريب حاجه اساسي، انما انا عايز اخفض سعر الشقق. أيوة. بلاش ثلاثه يد كسبوا، لان انا معناها كده 35% راحوا مننا واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقتنا خلص للاسف. دكتور سامي عبد العزيز بشكرك جدا يا فندم. انا اللي بشكرك. سياده النائب محمد علي وكيل اللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب بشكر حضرتك. بشكر حضرتك الله يخليك. وربنا يبارك لكل واحد، طبعا يبارك للرئيس السيسي صاحب الفكره، يبارك لكل واحد بس هذا المشروع. انت عندك حاجه هتقفل بيها. طيب. يلا يلا يا احمد ورينا عندنا ايه. يلا. ايوه في حاجه. الامان ستر. الامان نعمه ربنا يديم علينا. يا رب دمها علينا نعمه. الامان نعمه. الامان يجيب الرزق. يا رب دايما في امان. الامان خلينا نشتغل. يا رب ديم الامان. يا رب دايما في امان. الامان ستر. الامان فضل من ربنا عشان نعرف نشتغل. الامان ستر. شهاده امان التزام من مصر لآلات طيبين متامنين وعلى أولادهم بكرة مطمئنين.